لكن تعالوا في البدايه نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، نطمن منه على اخر الاجواء قبل المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتفضل يا كريم. جزيل الشكر ليك كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. تحدي جديد كالعاده في بطوله الدوري او دوري نايل الاهلي والجونه هنا في استاد خالد بشاره في تمام الساعه الخامسه، وهي مباراه مؤجله من الجوله الرابعه. بنامل وبنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبينا. مباراه مؤجله فنقاطها بتكون مهمه جدا في ظل طبعا ضغط المباريات وتلاحق طبعا البطولات العديده اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي استطاع الحقيقه بكل الجديه الكبيره وبكل الروح الكبيره جدا في المباراه الاخيره استطاع ان هو يحصل 3 نقاط، وهي مباراه مؤجله ايضا. عشان كده النهارده المباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. اولا طبعا يعني قبل التوقف الدولي تحصل على 3 نقاط هتكون مهمه جدا للاعبين، وايضا كمان يعني حساسيه المباراه النهارده او اهميتها من الملعب. انت عارف طبعا كابتن ايمن ملعب الجونه الهواء فيه بيكون فيه صعوبه شويه على يعني الكره في الكروسات وفي الشوتينج وفي التمركز للكره، فعشان كده بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في تقدير كبير جدا لخط الظهر والهجوم في هذه الكرات، لان الهواء بيكون فيه صعوبه كبيره جدا. كمان توقيت المباراه يعني امر اكيد معتاد، يعني لعبنا قبل كده في هذا التوقيت هنا في الجونه، لكن ان شاء الله باذن الله التحضيرات الفنيه تكون يعني مثمره بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي. عايز اقول يمكن مستر كولر فور الوصول هنا الى الغردقه بعد وجبه العشاء مباشره توجه كل اللاعبين للمحاضره الفنيه اللي بتكون مهمه جدا قبل المباراه، بيكون فيها هايلايتس، بيكون فيها امور عديده جدا النظريه وايضا كمان بيتم تطبيقها في المباراه، الاستغارات، نقاط القوه والضعف، التشكيل، سيناريو المباراه هيكون عامل ازاي. لكن يمكن احنا عارفين ان مباراه اليوم او ليله المباراه بتكون مهمه جدا، لكن النهارده هي المحاضره لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه، بيكون فيها تاكيد على كل الامور، لكن الامور طيبه جدا الحقيقه كابتن ايمن مع لعيبه النادي الاهلي. في تركيز كبير، في رغبه كبيره جدا، في روح معنويه مرتفعه بشكل كبير جدا، لان الاصرار اللي احنا بنشوفه والحاله المميزه جدا بين كل اللاعبين دي بتطمنا بشكل كبير جدا. مين هيكون متواجد، مين هيلعب، مين هيأدي، ده امر بيكون مهم. المكاسب بتكون عديده اما بتشارك من اكتر من لعيب، وما كمان في لعيبه بتكون غايبه عن المباريات وبتشارك وبتأدي اداء مميز جدا. كل الامور دي بتسعد الجهاز الفني. شفنا الحقيقه لقطه قفش حاجه رائعه ومميزه جدا من مستر كولر، يعني بتنهي كل الكلمات. اوضه اللبس في النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير جدا عن اي فريق تاني، ويمكن الامر ده بنتكلم عليه بكل شفافيه وبكل مصداقيه. حاله الحب الكبيره جدا بين اللاعبين بين الجهاز الفني، فمهما كانت الاخبار اللي بتنقل ان في اي امور او في مشاكل او الكلام ده، يعني المصداقيه بتكون الحمد لله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. الحاله طيبه جدا، حاله اللعيبه مميزه جدا، فبنتمنى ان شاء الله وبنامل باذن الله تستمر هذه الحاله حتى نهايه كل البطولات، لان موسم صعب وتحدي كبير جدا للجميع. يمكن هناكد على المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه قبل التوجه. انت عارف يا كابتن ايمن لابد ان احنا نتوجه طبعا الى استاد الجونه او قبل المباراه طبعا بساعه ونص، عشان كده هيكون تحركنا يعني في تمام الساعه الثالثه او 3 الا ربع عقب انتهاء المحاضره. باكد لك على رغبه اللاعبين، عندنا غيابات لكن هي غيابات فنيه واصابات، امر مهم جدا للاعبي النادي الاهلي. يمكن بنتكلم على اكرم توفيق وصلاح محسن والضاوي والسوليه ومعلول ومتولي ورضا سليم وكهربا، دي غيابات عديده لكن منها رؤيه فنيه ومنها ايضا كمان لعيبه لم تكتمل جاهزيتهم من العوده من الاصابه، ومنهم ايضا كمان للايقاف وهو تحديدا محمود عبد المنعم كهربا. لكن الحاله مطمئنه جدا، حاله اللعيبه جيده جدا، اللعيبه بتتجمع بعد المحاضره بتاكد على هذه المباراه. ويمكن ايضا كمان مستر كولر طبعا بياكد على المباراه الاخيره قبل التوقف، وده امر مهم جدا. بنتمنى ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في قمه تركيزها، الجديه مطلوبه، الحماس والروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي مطلوبه جدا في هذه المباراه، وباذن الله ان شاء الله تكون 3 نقاط مهمه جدا لفريق النادي الاهلي يتربع بيهم على قمه بطوله الدوري كالعاده وهو مكانه الطبيعي. بالتاكيد يا كابتن ايمن هنكون مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بمباراه اليوم الجونه والاهلي في تمام الساعه الخامسه. كل الامور دي هتكون من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. شفنا الاجواء مطمئنه الحمد لله. المباراه النهارده زي ما قال كريم بتتلعب الساعه 5، بس احنا متعودين على الاجواء دي، لعبنا فيها قبل كده كتير.